ما حدا يفكر إنه هو صغير وما إله دور وما في يعمل شيء. كل واحد منكم بيقدر يغير، مش بس بيغير مصيره، ولكن بيقدر يغير مصير مجتمعه وبلده. ويلي غيروا بالعالم كله منن أحسن منا. مش ضروري تسافروا لتنجحوا، الخارج كمان تغيرت معطيات. من وين ما كان فيكن اليوم تكونوا innovators. بعدم الاستسلام، بعدم الكسل، بترجعوا لبنان بلد محترم بالعالم.